بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فريق لكي جينيريشن جيمرز، واليوم عندنا حلقة جديدة من البعد الآخر. بس قبل لا ندش بالبعد الآخر، حابين نبارك لكم بالشهر الكريم. نذكركم بالشهر الكريم بعد حق اللي ناسي. حق اللي ناسي يصور. لك وصور رمضان ما صرت الحين. يمكن مسافرين ما يدرون. ترى رمضان. معاكم حمد حميدة. اليوم معي حسين. يا هلا. عبد الله. شاكر شباب. ويعقوب. يا هلا. اليوم لوكيشن نفسه بس مغيرين الزاوية. ايه نجرب قاعدة جديدة. ايوه. قبل نبلش حابين نذكركم ان احنا مشاركين في مجتمع اللاعبين في موقع ترو جيمنج. شنو عندنا هالاسبوع؟ المفروض حلقة بعد اخر. المفروض بعد اخر. الموضوع شنو؟ احسن اكسسوارز. شنو احلى فطور؟ الله. الاكسسوارز الحلوه والخايسه راح تحكي عن يعني مو الفطور بس اعطاني فطور. اي شيء ترى فطور الحين زين. راح مشتي كل شيء. كل شيء راح ينزل راح يوكل. طبعا احنا كل سنه نسجل الحلقه دائما قبل الفطور. فعشان شيء اللي يبطاري الاكل صدق اليوم اول مره يعني احس بيوع من رمضان من زمان. يعتد يوم وايد. الحمد لله ما احس بيوع بس العطش بسرعه يحوشني. انا حاله النشفان عندي شوي تعبانه اليوم لاني مشيت بالشمس شوي ف شوي يعني مو شمس يعني راديشن. ايوه مشكله ان شغلي انا كله بالشمس بعد فالله يعين. لبس هذا كبوس نووية. لازم شغل كبوس شوي وامسك مظله. اوكي سوي بس لان دائما انا من السياره اللي داخل البيوت يعني صارت دائما بالسياره هي الحرقه. اي التنقل السياره حاره. تكييف ما يلحق اي حار. كيف صدق ما يلحق يعني ما في سياره مصممه حق الميدل ايست صح. ماكو شيء مصمم يعني ماكو شيء يلحق مع الشمس اللي عندنا. الشيء الوحيد اللي ممكن يلحق دبابه. دبابه وين تكييفها؟ تحطك بداخل تكييف مركزي عرفت وحده كامله. يمكن بعد يمكن بس سياره عاديه شيء مسوينا حق الاماكن الفاخره هذه ما تنفع لنا. اي كلش. المهم اغرب او احلى اكسسوري عالم الفيديو جيمز واخيس اكسسوارز. واخيس اكسسوارز يعني سواء اجرتنا او لان في وايد خايسين مو مميزين. اجرتنا المهم نتحكي عن الاكسسوارز بصراحه. نتكلم عن الشغلات اللي طاحت بيادينا بداياتها شلون اي من اول ما بدينا للحين. احلى الاكسسوارز او اخيس اكسسوارز. زين اول اكسسوار اتوقع اغلبيتنا خذا جويستيك. ها لا لا مو جويستيك. لا خلينا نشرح شنو الاكسسوري على اساس يعني يمكن الكلمه شوي يمكن تكون غريبه على شويه ناس. ايدك على الطاوله. ويكيبيديا شوف مخالفه عشان نعم ليش مشغل فيديو كيف يعني انت شلون بتركز بالحلقه؟ خلا هو يلا يلوكي شنو ما هو الاكسسوري؟ الاكسسوري شيء مو اساسي انه يكون تحصله مع الجهاز بس اذا خذيته وحصلته يعطيك ممكن اكسبيرينس او يحسن مستوى اللعب. يعني ممكن تكون له اكثر من فائده بس الاغلبيه يكون يا يعني انه يحسن يعطيك مستوى جديد من اللعب الاكسبيرينس حق اللعب وانت قاعد تلعب او انه يحسن ادائك من اللعب. قال لك الجواب العام ما تقدر اعمم جد بس في اكسسوارات ما لها داعي وفي اكسسوارات ضروريه عشان تلعب العاب معينه. اي مو هذا اي يعني مو قال يعني بس انت قاعد بس مو لا هو قال انه يحسن من اكسبيرينس. هذا الهدف من الاكسسوارز دائما لما تقول واحد اكسسوري شو الهدف صح منه صح بس في بعض الاكسسوارز لازم يكونوا موجودين عشان تلعب اللعبه يعني غيرها ما تقدر. عقب قصده نفس روك باند مثلا اي هذول لازم اي هذول لازم ما تلعب بيده صح بس ستريت فايتر بدال جويستيك اركيد تقدر تلعب بيده عادي. اوكي خلينا نتحكي عن افضل الاكسسوارات اللي طاحت بيادينا. اهم شيء حسين يقول صخره متنح. اي واحد بالصخر شنو في الاكسسوري بيده صخر كيبورد بس كان في يد حق الصخر؟ ايه هي نفسها مال تاتاري خذها وحطها بالصخر. اوكي بس سيريال بورد سيريال بورد حتى في اي شيء حتى يد تسيق توقع يركب. انا مو متذكر صدق حتى يمكن يد تسيق صح اي شيء سيريال بورد يركب ومضبوطه يد تسيق ما يحتاج كالبريشن اصلا ما في كالبريشن. ما في كالبريشن اكيد ما في كالبريشن. لا بس انا القصد شنو كان وايد العاب يعني بسيطه هي 8 بت يعني ما فيها وايد اكشنز فوايد العاب كانت بس على الاسهم بالاسهم هني اسهم ومسافه. فاليد اوكي اسهم اتجاهات وبوتن وفاير بوتن فتسهل يعني بس ينعكس التحكم بغض اي يعني مسخر التحكم باليمين اوكي تعود يعني طق باليسار.
فأقولك بالنسبة بالنسبة اللي طلع لنا بوب توه عادي عدوا الفيديو إيديت راح يطلع عجيب جدا صراحة. عندك كاميرتين نقلك أي واحدة شو زوبي بس يعني شو زوبي لا تمشي معجبينك يطالعونك بس سلم عليهم راح يحروا خيسة خوش رسالة حقهم أقول لا قاعد أجاب البنيان وأحس روحي كني لا كني دياية مشوية أحس ريحتي الحين دياية مشوية حسيت بالدياية مشوية مسكينة شو بنيان يعطيك العافية بنيان شيبت بطيشاري وراسة لا ما تحسنا فيديو جيمز تترس يعني تعرف مستانس مو تترس ديزاينر تسوي ديزاين حق مرحلة سم هوسبيتال سم رولر كوستر سم بيت عدوس تعطيه مهمة يسويها وإذا ما سواها تعطيه خصم يا ريت لو بهالسهولة يا ريت يعني الفيديو جيمز ما هيئتك إنك تبني بيت ان شاء الله انت على الطريق ان شاء الله ان شاء الله اتفاول ان شاء الله اتفاول تمام عندك لازم ترممون بيتكم وتكبر حق العيال ان شاء الله جايك الدور جايك الدور ان شاء الله لا تدعي علي ها ادعي لك انا ادعي لك انك بنيان يقول لك هذا اللي تدعي على واحد يقول الله يرزقك ببنيان رفيعك هاي دعوه معروفه هذه بس من تحت لتحت هاي ليفل دعوه يس حسين ما ثاني رد على الاكسسوري على الصخر الغوي كنا نستخدمها وين كان في تراك اند فيلد لعبه الاولمبيات زين انا بلو. دقيقه بس خليني ادش عرض بما اني انا احس روحي اني دياي مشويه فحتى مخي احس ان شو اليوم شنو قاعد نسوي احنا بعد الاخر على الاكسسوارات للعب احلى واخي اكسسوارات نعم ماشي تقدر تهدي الكمبيوتر صخر تقدر تركب في يده وتلعب اي بطفيك. انا ادري انا ما عندي جهاز وادري ايش فيك اليوم حسين كمل انت تدري كنت تقدر تلعب لعبه شو يسمونه لعبه فيديو جيم بشريط فيديو ما ادري زين هذا شيء غريب شوف لما قلت ادري بس زين اذا كنت ما ادري يشقني زين اشياء بديهيه لازم تعرف هالاشياء هذه المهم فتراك اند فيلد كنا نستخدمها عشان يعني تشيك المكانين تشيك باليد وتشيك بالمسافه هذا غش يقولك شنو استخدامات الاكسسوارات يعني استخدام غشي هذا الانبوت اثنيناتهم هذا قبل التربو طبعا احسن تربو يد التربو دوبل فريم انبوت على طول الكمبيوتر يقول شل الكمبيوتر اللي قاعد اصد قبل هذا اصل الكوب اول كوب بالتاريخ يمين يسار وكان فيه لما جاب طار التيب كان في اكسسوري هم على كمبيوتر صخر تشغل العاب تيب يعني تشوف ام اس اكس تيب هذه ما كنت ادري عنها هذه انا ادري بس ما شفتها اي احنا لعبنا لعبه ولعبتين عليها ف معناه هو تقول جهاز كامل تخيل جهاز ما ذكر حتى لها كهرباء ولا لا بس جهاز كامل في شريط كاسيت نفسه هذا اللي تسمع فيه كاسيت الفيديو لا مو الفيديو الكبير الصغير نفس الكوميدور شلون كان عندهم كاسيتات صح؟ اي شيء حطه وطق بلاي هني ما ادري شلون شلون مسوينها ما ادري بس انه في العاب بالتيب هذا كان يعتبر اكسسوري بس يمكن ضروري عشان تشغل هاللعبه في طبعا هذا اكسبانشن وفي هم غير التيب كان في الديسك الام اس اكس كان لها اكثر من شكل لو اللي يدورون على كمبيوتر صخر واحد يعتبر شكل من اشكال الام اس اكس احنا قاعد نمشي على ترتيب لا 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 انا بديت كذي انا اللي طاح بيدك يعني زين في اكثر من نوع ام اس اكس ما فيه الكاسيت سوري مو الكاسيت الديسك العادي الصغير فلوبي تشتري له قطعه ترك فاي في قطعه تحطها بالكارترج وتعطيك مكان تحط كاسيت سوري ديسك فهذا كانت تعتبر اضافه حلوه شلون السوبر ان هم ممكن ديسك يشيل لك اكثر من لعبه مرات او كان فيها العاب بس تنزل ديسك اي ف يعني هذا اكسسوري حلو ما ذكرنا يعني فادني وايد كان العاب عليه اقل بس لعبت الفراعنه المطور الاول المطور ون بلس هذا اول شيء قاعد نتكلم عن اول شيء قاعد نتكلم عنه ده مسكس ما في احد تكلم قبل لا ترى بلش فهذا حبيت اذكره يعني انا اقول لك اول اكسسوري اتذكره كان الجيم بوي الكاميرا وال برنتر هذا انا قبله في شيء ما ادري هذا بالنسبه لي يعني اول شيء شريته شيء مو صدق جهاز العاب شلون يصور انا شفته بس ما حسيت انه له قيمه يعني لا كان حلو
لا لا كل الناس كانوا يصورون نفسهم وبرنت وكان في طابعه هذا السيلفي سيلفي ايام سيلفي هذا هو ذا فيرست سيلفي ايفر صدق لا بس في هم حركات يعني برنامج ما طابعه كان في منطقه استكرات اي هذا اللي اذكره اي واللي تطبعه تقدر تلزق يعني يعطوك تدري ليش تدري شنو نفس عرفت بالاركيدات تلقى هذيل الغرف اللي أيوة. تحط فيها خردة وتصورك وتطلع لك برنت أيوة. نفس الشيء بس الحين عندك بورتبل بس نجح اصلا نعم الجمبو كاميرا وايد باعت وايد باعت برنت ماني الحين الفيديو ال شو اسمه الجيف مالت برنت ماني من شو يسمونه من الدي اس الدي اس لا دي اس اللي بيوموتو ويواتا قبلها هذا ما حدش بس ترى الكاميرا وايد باعت وايد كانت ناجحه الحين انا هذا اللي اذكره يعني احس انا اسمع عليها ايامها بس ما ذكر مبيعات ما شريتها انا زين حتى لو انا شريت البرنتر وياها بيكاتشو اديشن لا 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 انت الكاميرا تشتريها وفي لها سوفت وير بلت ان مع الكاميرا اي اي تشيل تركب مكان كاترج اذا ماني غلطان زين تشغله كانها لعبه اي وتصور وتسيف صور تسيف وصورك تستخدمها حق العاب فيها وفيها تشبتون ميكسر وين عندنا كان شيء عجيب هذا كان شيء الكاميرا كان شيء عجيب توصل البرنتر بالكيبل هذا لحظة البرنتر مو بس حق اللعبة مو بس حق الكاميرا ها ما البرنتر ترى شيء ثاني انا عندي زين زين الكاميرا كان السوفت وير المستخدمينه حق الكاميرا انا كان عندي شيء ابداع لان مثل ما قلت لك مو بس انك تصور وبس خلاص لا تصور تلعب بس فيها نوع اخراج شيء بسيط تقدر تسوي العاب انزين وتقدر كان الحين بالفيديو هم بعد تقدر تقلب الكاميرا يعني عشان تصور نفسك او تصور لبرا اها سيلفي ففيها حركات انا صراحه عن من احلى الاكسسوارز اللي شريتهم حق جهاز بورتبل لان كان شيء جديد يعني حزتها ما حد كان يفكر ان في كاميرا تشيلها وتصور فيها ولا يمكن تليفون اخر تليفونات يمكن تليفونات ايام قبل حتى ما كان في كاميرا ما كان فيه لا ما كان هذا اول جهاز بورتبل تقدر تصور منه يعني من جهاز جيمنج ومو كاميرا كاميرا يعني مو كاميرا لا كان بيض اسود اي بيض اخضر اسود حتى ما كان زين بس البرنتر ترى شيء ثاني البرنتر يعني استخدمته حق وايد العاب اغلب العاب الجيم بوي ادفانس كانت الجيم بوي كلر كلر اسف اخر جيل الجيم بوي كلر كانوا يحطون فيها يعني اضافات حق البرنتر يعني كان يعني احنا متاكد انه 100% اللي هو الفيرجن مال ماري بروز سوبر ماري بروز مال الجيم بوي كلر اذا تخلص المراحل ما اذكر كان في شرط انك تسوي المرحله يعطونك ستيكر تقدر تطبع بالبرنتر البرنتر تطبع ملون لا ما طيب اي هذا ابيض واسود كانت اوكي انزين فبالعكس كانت حركات كنت هني يعني تقدر تقول نوع من الاتشيفمنت خلا اطلع اسوي حركه بالستيج هذا اني اخلصها مثلا بسرعه بوقت فلان وما عشان احصل الستيكر عشان اقدر اطبعها بس عندي بالنسبة لي اذكرها كان ويست اوف ماني حزتها حتى وانا صغير حسيت انها ويست اوف ماني انا ما فكرت حتى اني اشتريها حق يحب نينتندو ناس بيشو يعني يستانس على الستيكر انا كنت احب وايد اشياء من نينتندو صراحه كنت وايد احب اشياء من نينتندو انت ما تحب الستيكرز والله لا كانت تفضل والله ابداع انا عندي شغله من ناحيه الجيم بوي دام ندشنا بالجيم بوي اهم اكسسوار طاح بيدي هو حلو وخايس بنفس الوقت بصراحه اقول ليش حلو وخايس اوكي زين حلو وخايس بنفس الوقت اللي هو شفت الجيم بوي البريك القديمه ايه مال فيرجن زين فكان في قطعه تركبها اللي تعطيك مثل مكبره وليتات ايوه هذا هذا من اهم الاكسسوارز هذا صدق من اهم الاكسسوارز صدق انه في مشكله هو كان صرفيه البطاريه بروح صح بطاريته بروح اربع بطاريات واصلا بطاريه الجيم بوي ما تطول مو اربع بطاريات اربع بطاريات بالجيم بوي لا بالجيم بوي اربع بطاريات هذا كان بطاريته هذا كان بطاريتين اي ف شوف تكنولوجيا ما كبرك شاشه عدسه مكبره عدسه لا وزينه زين بس مشكلتها شنو بعد فتره صدق تعور العين يعني اوكي انا قاعد العب اقزرها مثلا اخش الجيم بوي قبل انام تروح الوالده طاح الجيم بوي ركب هذه وشغل ليت والعب كينج فايترز 95 شخصيات بكسيتد صغار كان في 95 على ايه 95 96 نازله عليه بعد فقاعد طالع لازم حيل ركز مع انه
زين الشاشه عوده بس حق العاب اللي حركتها سريعه. شوفوا يا الجيل الجديد يوم قبل لازم يركز عشان يشوف شخصيه, يركز عشان يشوف عدل. انزين بس كانت صج مهمه يعني, وعاد سمك الدره من غيرها يعني ما اقترح العب جيم بوي وانا مرتاح. اوه انا شريتها حل متاخر ترى حق الاضاءه. انا كنت استغل. ما كنت استغل. كنت ضايق بالعدسه. لا انا انا كنت استفيد من حجم الشاشه يعني, او يعني خلينا نقول من المكبره هذه اللي حاطينها وايد فادتني, بس بعد فتره تعور العين. اي ف يعني عشان اقول هي خايسه وحلوه بنفس الوقت, لان ادفانتجز وايد حلوه بس الديزادفانتج للعين. انا عندي شيء اتوقع كلكم راح تستغربون منه حق الجيم بوي. رجل الجيم بوي هذا اكسس خلينا نقول ما منها فايده بس شعوره كان وايد حلو. مال اليد الجويستيك ليد جام شنو يعني, اول واحنا صغار اتوقع كلنا رحنا اركيد, كنا نسات سوال في اركيد صح؟ ف كابينه اركيد تركب فيها الجيم بوي هي إيه تكون فيها شلون فكره نفس نفس الحين في الايباد. إيه شايف الايباد نفس الشيء بالضبط. ولا مره شفتها حتى مثل ستيشن تحط عليها الجيم بوي وتلعب ستيشن. لا بس كامله هي اركيد كامله, بس تركب الجيم بوي مثل ما تكون لها تحكمها اركيد. آه اركيد اي وي وحتى تقدر تحول اذا من 4 ل 8 جت. ما مرت علي هذه. زين طحت بيدك؟ اي شريتها. زين مع الشاشه تخلي مع العدسه اللي فيها تخليها الكبر عدسه مره ثانيه. اي عدسه عشان تكبر واضاءه من داخل. شفنا قبل نتنك عندنا بشركه عدسات الظاهر. زين والليتات بحاول اشوف لها اذا اقدر احصل لها فيديو. وايد وايد زين واطيح له مورتال كومبات. الله مورتال كومبات الجيم بوي كانت اكيد. انا متاكد ان احلى فيرجن لعبت على جيم جير. ما لعبت على جيم جير الهيتر هذه نينتندو. كان فيرجن نينتندو. العاب الجيم جير مالت الفايتنج كانت حلوه. لعبتها على جيم جير. فتافيوري كانت الحين اذكرها وايد حلوه. اي هذا الجيم بوي. بعد انا اذا تبون اذا تبون الحلقه تطول اسمها جيم بوي تيبل توب اركيد. اذا تبون الحلقه تطول مع ان انا توني سامع السؤال عندي لسته انا هالطول. لا الاركيد هذا مسوينها كونامي. اوكي والله حلوه شكلها حركات. اللي بيشوفها يطالع فيديو كاست. المهم شنو عدول الشغلات الحلوه عاد حلوه ما تبني ابلش ولا شيء سيء. قول حلو قول اوكي مو مشكله الحلوه تخلط. بس طبعا بلش من خلف بدايه كلنا بلشنا قديم. بلش من قديم من, من اهم الاكسسوارز. طبعا هذا عندي بالنسبه لي اهم اكسسوري قديم اهم واحد الحين تو ما ليش مسكبين فيه اللي هو الترانسفر الترانسفر كيبل مال الجيم بوي ادفانس على اساس تلعب العب كو اوب تترس. هذه ولا مره لعبتها ولا مره. انا ما صرت معي لان ما حد كان يلعب معي. والعب لا عمليه والعب زين بوكيمون. احنا سخناها حق بوكيمون. اي بوكيمون اي العب بوكيمون بس جيم بوي كلر ما لا انا استعملتها مو ادفانس استعملتها على الجيم بوي العادي. الجيم بوي العادي اخضر واسود. نعم بس بوكيمون ما ذكر اني لعبت شيء ثاني. تترس ما لعبت تترس. ماريو براذرز هذه اللي ما تركيب احنا بس استخدمناها اللي بعدها مع ادفانس وجيم كيوب. هي نفسها هي نفسها تقدر تستعملها حق الجيم بوي تقدر تستعملها حق الجيم بوي ادفانس بعدين كنا مالت هذا فاينل فانتسي. هذا ايام نينتندو كانت توفر نفس الكيبل على 20 جهاز. مو ادفانس قصدي على الجيم بوي كلر. ايه كلر والجيم بوي عادي نفس الشيء. الادفانس كنا كان غير ممكن كيبل نفسه ما راح استغرب. كنا غير الكيبل مال الادفانس. هذا بالنسبه لي كان اهم اكسسوري ايش يسمونه طلعت النينتندو. هسه يوم الحين كل واير اللي يطق الواير يلعب. ها قبل والواير تعبان والكونكشن ايرور ورد مره ثانيه يضبط ما يضبط عد الكيبل شويه. لا ولا كنت قاعد تلعب مع واحد يفصل الكيبل. هذا اللي بيخسر ريج كوت قدامك كل الكيبل. إذا كان تحمس وايد ايه تحمس وايد وحرك هذا وطاح الكيبل ويسحب الكيبل يسحب الكيبل ويا الجيم بوي وانت بعد ماسك الجيم بوي عدل يطير ويا الكيبل. يعني الواحد يتحمس مثل بيشو لا تلقى ساحبك انت والواير قصة بالنص هو يسوي كذي وتطلع موسيقى قدفور تطلع توار بعد شنو شغلات ما تذكرها غير كيبل الجيم بوي غير كيبل جيم بوي عندك ال طبعا اللايت جن اساس اللعبة لعبه نينتندو اللي هو هو شوف ها
شنو اسم لايت جن؟ لايت جن اسمه لايت جن. لايت جن زين، كانت لعبه دك هانت. زابر 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 ايوه الزابر صح. زين على حسب. لا لا النوع ثاني زابر مال اني اس. زابر مو هذا اللي شي صاير. لا دباب هذا البازوكا كان اسمه شنو؟ سوبر سكوب. سوبر سكوب ايوه ايوه هذا. زين هذا البازوكا حده فاشل. لا زابر بطيء ما سوبر نتندو البازوكا. زابر اللي هو المسدس مال او يسمونه او يسمونه لايت جن موجود بالفيديو كاست. دك كان من الالعاب اللي كنت استانس عليها. دك هانت والهوت كابوي. هوغنزالي لا ما هوغنزالي مو الكابوي. لا لا قصدي انا كنت حاط بال هوغنزالي. قلت لك هوغنزالي اللي حاطين لك حاطين لك قوطي فول ترمي قاعد ترمي لين توصله. اوكي اوكي صح. انا ابي هذا اللي طلع لك اثنين حرام شو اسمه حرامي الكابوي نسيت شنو اسمها ماني اذكر اسمها. وفي واحده اللي دروع نفسها ولا غير هي نفسها. هي نفسها. وفي واحده اللي تكون مثل شرطه اللي حاطين لك حاطين نيشان. لا مو نيشان. شفت اللي افلام الشرطه اللي يكون حاطين لك كاردبورد يتحرك يمين يسار كذي هذه نفسها هو جزالي بس في مود لها ثاني. ايه هذا مود يعني تايب اي تايب جيم اي جيم بي صح. ايه. اللي يتحركون بعدين يطلعون يدد مكانهم بعدين يقلبون. ايوه بالضبط. يمكن في اكثر من سطر. ايوه ويمكن تطلع شو يسمونه رهينه يعني بدأت ترميها بالغلط. دك هانت نفسها كان في اكو مود ثاني اللي يطول لك الديسكارت. ديسكارت هو نفس دك هانت صح. بس الدك هانت لا يطلع لك الكلب. اي هذا من الاكسسوارات اللي حلوه. طبعا احنا قاعد نمشي بالترتيب. انا الحين انا اقول قطه بس انا بالنسبه لي على اساس انا اتذكرهم. بالنسبه حق السيجا السيجا كان جهاز ليجو صار شكله سيجا ميجا درايف بعدين يم السي دي سيجا سي دي وبعدين فوق ال 32 اكس. اوكي هذا اكسبانشن. انا ما شريت ولا واحد فيهم. اكسسري هذه انا ما اعتبر اكسسري. 32 اكس تعتبر اكسسري. انا ما شريت ولا واحد فيهم لان على الجهاز اكسسري يعني شيء تلعب فيه لعبه معينه مو جهاز. هذا جهاز تلعب فيه العاب وايد. اوكي جهاز لا تلعب لعبه ليش كاش يسمونه فيرتشو فايتر وتب تلعبها 3 دي لازم تركب 32 اكس فيرتشو ريسنج. واذا شفت 32 اكس تلعبها 2 دي لا ما تلعب ما تلعبش. هذه سونيك نسيت شو اسمها كيوتكس. كيوتكس بس نسالك هذه كيوتكس رجاء فاشله. فيعني ليش تعتبر اكسسوري هذه تعتبر يعني ادون. تعتبر ادون اي كانه جهاز ادون اكسسوري ضخم. اوكي هذا يعني خلينا نقول ولا جراي زون يعني هذا ولا يهمك اللي يسمونه الهب على اساس تركب اكثر من يده. هذا حق اي جهاز؟ اه وايد كان على سيجا وسوبر نتندو. استعملته لين بلاي ستيشن كلش سيجا وسوبر نتندو. انا لا كنت استعمله العاب مصارعه. لا شو اسمه ما لعبت مع سته انا من قبل. الاولمبياد شو اسمها؟ الاولمبياد تاكن فيلد؟ لا مو سيجا تاكن فيلد ما اتذكر مالت اي شركه بس اللي على الميجا درايف يعني عشان نلعب اربع لاعبين هو صح كل واحد دوره بس يعني هم استخدمناها. والله انا ما ولا مره اضطريت استعمل العاب مصارعه. حط اللي اربع لاعبين اربع يدات وشكل واحد دوره ما اتذكر شلون بالضبط بس ما سوينا شيء يمكن اعطي يده حق اليمين خلاص. السباحه كلهم نفس الوقت على حسب على حسب اللعبه. ايه يعني مثلا شو يسمونه الجيفلين على قولت عليه وي. الجيفلين هذا يعني مو معقول ان اربعه بيروحون بيرمون بنفس الوقت. مبلا شنو مبلا سبليت سكرين. ها سبليت سكرين الاول اساسا الاولمبياد ماركات في سبليت سكرين اربعة شنو؟ على سوبر نتندو؟ ايه على سيجا نفس الشيء نفس الحزة ما بس لعبوا ترى قليلين ما كانوا يسوون سبليت سكرين. الفور بلاير اصلا ما كان متعود وايد على الستاندرز مال هذول. ليش ماركات قاعد اقول لك ايام قبل؟ اللعبة الوحيدة سبليت سكرين منو كان عنده السبليت اللي قدامي يلعبون اربعة ترى قليلين؟ اللعبة الوحيدة كانوا يلعبون اثنين. صدق ما اذكر انا ذكرني العبها بس ما اذكر كان عندنا سبليت ولا لا. انا كنت العب شو يسمونه كنت العب مايكرو ماشينز السيجا.
أربعة. أنا لعبتها أربعة ما كمشيز أيام. أنت وين ربعك اللي أربعة؟ أنا أعرفك من الروضة. وين أربعة على ما كمشيز أنت؟ ويني أنا؟ أنا ويني بالضبط؟ شيء حط يده بحجة وإذا إذا بيدل يبيه. زراني أنا. وفدو وحدة حق الدري. حزتها حزت سيجا سوبر نينتندو كان أهالينا لا يخلي بيتك أول بعدين. بعدين. وانفنت له. لين شو اسمه لين وصلنا الثانوية. إيه الثانوية صح. حسي الجيل الجديد أيام قبل شلون كانوا معاناة. إيه والله. بدل شريط بالفرصة وبزاوية حاط له هيدسيت يلا دش اونلاين وشنو عطني باسورد اكونتك خلينا ننزل اللعبة اكس بوكس لايف يا ولد مايكرو ماشينز حلو مايكرو ماشينز وايد المهم يعني اهم عندك شو اسمه حق اغلب محبين الفايت الاركيد اركيد ستيك اي اركيد ستيك هذا شيء اساسي يعني مره شيء جديد خلونا نلحم القديم لا اركيد ستيك كان موجود قط قط موجود بالسيجا موجود كان بالسيجا سي دي كانت في لعبه فايت كان في لها تبون الصج احسن اركيد ستيك نزلوا الجيل الطاف بتاريخ اكسسوارز كلهم ايه يعني من ايام دريم كاست كان في ستيك واحد اللي كان زين مال اتش تك مو سيجا هذا المشكله الناس كلهم على بالهم ان هذا ما اوفيشال من سيجا مال اسكي هذا مالك حمد اتش تك زين هذيلا تعاقدوا مع سيجا على اساس يسوون جويستيك اوفيشال حق سيجا بس مو سيجا اللي مسويته أوكي. وهذا كان يعتبر احسن جويستيك من بينهم انا طاحوا بيدي ثلاث انواع مختلفه شو اسمه اتش تك اي جي اي تي اي سي اكتب اوفيشال دريم كاست ايوه اي صح 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 زين أيوة. هذول كانوا الوحيدين مسوين جويستيك زين يعتبر على ايامه بعدين على السوني 2 ما حد سوى جويستيك محترم لين هوري شويه اشتغلوا بس لحين مو ضابطين حتى اللي تقملوتهم مو ذاك الزود ما طلعوا جويستيكات محترمه الا على البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 وثانكس تو ماد كاتس يابوني قطع سنوه للعلم ماد كاتس اول قبل تكون الحين جيل جديد واركيدات ماد كاتس كانوا سوني ادواره ماد كاتس كانوا فشل ازفت اكسسوارز بالتاريخ انا اول ما ادري شو اللي صار فجأة 180 درجه طلعوا اشتغلوا صح يعني اشتغلوا صح تلقى من اللي طردوه من اللي قال من الديناصور اللي عندنا بس صح يعني ما كان عموما الاكسسوارز بشكل عام بالنسبه لي كان دائما نشوفهم شيء جودته واطيه مو عاليه يعني اي يد ثيرد بارتي جودته تكون تعبانه مؤخرا اللي تحسن يعني وهم كل شيء يعني مثلا عندك لا يد ثيرد بارتي كانت في يد ثيرد بارتي من ايام النينتندو كانت زينه مو كل شيء كل شيء اوكي طبعا مو كل شيء بس زين قليل يعني بتقول لي زين قليل عرفت بتقول لي الحين كل يدات الاركيد زينه الحين في وايد زين مو كلهم مو كلهم بس كلهم؟ وايد زينين في كلهم وايد في زينين انت 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 لانك قاعد في شيء احسن من الاوفيشل قبل شنو هو في شيء احسن من الاوفيشل نعم وايد اشياء احسن من الاوفيشل يعني مثلا الحين عندك يدات اللي انت حاط ببالك اللي كنت تلعبون فيهم اول اللي فيهم تيربو وما ادري شنو الخرابيط ترى مو فشل مو فشل بس ممكن كانوا زين انا انسان زين انا كان عندي تيربو بس اي او بي كلهم زين ما عندي تيربو انا بس اي او بي انا ايش يسمونه انا كنت عادي العب مع الشباب هم يحطون تيربو كنا نلعب مصارعه ما يحطون تيربو وانا عندي يد عاديه منفوز اقول ها نصاب غشاش انت اكيد قاعد تسوي شيء نعم يعني عدول يقول لك انا صابع سرعه احسن من الكمبيوتر ليش صدق تراكن فيلد في عندنا تدري ان واحد من الشباب من غير يد التربو خلص على الكمبيوتر من حسين لا عدول لا عدول لا حمداني ما شاء الله يعني مو شرط بعدين كانت في ايش كان اول على اساس نفوز على باتل تودز مرحله هذه اللي يسمونه كانت في يده فيها تربو حق الستارت حط بالك تربو حق الستارت انا هذه ذكرتني بيده لما خليت الجينيسيس كان عندي يده فيها سويتش من ورا اطقها تعطي سبام حق الستارت حتى شلون اكتشفت عنها حطيت ستريت اوف ريج 1 وركب اليد هذه على البلاير 2 فقعدت العب اخي ليش طلعت عارف الستارت مال ستريت اوف ريج الاول كنا جرس فتخيلها سبام زين شلون اشلع اليد تعدل ما فيها شيء اركب اليد سبام ستارت لين بعدين دارت الايام اكتشفت ان في دقمه ورا في سويتش
استخداماتها على اساس المراحل اللي مثل باتل تودز اللي وايد سريعه اللي ما انت قادر تطقها على اساس تقعد توقت على راحتك فريم باي فريم تشوف وين هذا تسري خايس هذا انا هذا استخدام كرياتيف هذا اسمه الحاجه والاختراع صحيح هذا الا خلص اللعبه طيح بشكل من اليدات اللي شريتها وتحسفت انا كنت يعني من وراها قلت خلاص كل شيء من ناحيه اليدات كل شيء اشتري اوفيشال يعني ما احاول اني اشتري شيء ثيرد بارتي اكيد 64 لا كان سيجا يعني مره تدري سوالف انه كله شغل وايرات نبي شيء وايرلس كان وايرلس مثل الريموت يعني لازم انت قدامه ولا حد يمر اي فبدي حسيت فيه لما جربتك اقول له انا شيء ليش مو لا يكون لحظه لا يكون لازم كذا ما اتحرك مره ثانيه حق الناس اللي تندمج وتصارخ وتناقز مثل بيشو شايفون يلعب سونيك عرفت يلف ويا سونيك مو سونيك هذا شو يسمونه رود راش الله والله من احلى الالعاب والله ما احلى العاب بس كان شعر حلو ما توقع شفتك واحد من عندهم ها اللي نوعا ما يعني احس انه كان ويست اوف ماني ما ادري اذا هي نفسها الكونكتر مال جيم بوي اللي كانت ادفانسد وجيم كيوب حق فاينل فانتسي لا غير هذه غير الادفانس وايرها كان غير صح تذكرت الادفانس كان وايرها مفروش من فوق الجيم بوي كلر والجيم بوي العاديه كانت يو اس بي هذه يعني تكسب شيء يعني بحجم الاخير بالاخير هما لعبتين يعني ومساكين سووا التكنولوجيا بس ما حد اعطاهم وي يعني بس صراحه انا جربتهم واستمتعت حتى بس ان هل نجح كلش ما نجح يعني تجربة هي بس مرة واحدة الله حلو ما شنو تعال يجمع ثانيين يجمع أربعة يعني قريته كابل واحد شوف. لا أربع كابل وأربع جيم بوي شوف إذا يعني إذا أنت يمكن مو حاس فيها بس إذا عندك إحنا ولا واحد فينا حاس فيها بس إذا عندك إخوان بالبيت إيه هذا هني تفرق وياك عرفت راح يصير أحلى لعبة العالم يعني أنا ال ال ال, 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 ال مولتي تاب مالت شو يسمونه مالت اليدات يدات سوبر نينتندو يدات سيجا كنت اقعد عند نام عند يا الخالتي ما شاء الله يعني انا وولد خالتي يصيرون اربعه انا وولد خالتي واثنين من اخواني هذا ربع يلعبوا وياهم مو انت طلعوا طلعت انت عرفت مو بالحسبه فهني يعني مثلا انا نام عندهم بالويكند فطبعا كان شو يسمونه الإجازة أول كانت ثلاثة أشهر مو ثلاثة أشهر ويكند قبل أربعة وخميس عادي أنا صايم أنت قلت ويكند بس أنا حمل خميس يمعي أربعة وخميس يمعي تروح لهم من يوم الأربعة زين وخميس ويمعي من الصبح قاعد تلعب كان سبع ساعات شعور... باتل تودز كل يوم كان شعور لا باتل تودز مو أربعة واحد بس هو يتمنى انه يكون اربعة عارف يتمنى انه تكون اربعة عشان يعني لو يقدر يسوي مود حق باتل تودز فور بلايرز يسويها حد بعدين عاد صح على قولتك تصير اجازة الصيف وتقعد عندهم شهر شهر والوالد والوالدة يقعد يلا عاد مسختها وتلونك من افاك بس يعني اهم بعدين عاد احنا لما يتلوني من افاي يعني هذا كله استخدام حق الملتي بلاير بالضبط لما تلوني من افايد ساعة انت تقول حق ولد خالتك بعدها باسبوع تقول له تعال عندي اساس يعني لا 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 انت على اساس انك تكون مريح يعني لانه هو يقعد عندك شهر شوف انا اللي استوعبت من عدول ان الملتي تاب والاكسسوارات اللي تزيد الجويستيكات هذه اداه ممتازه حق السليب اوفرز عرفت ان سبب ان تعطي حق نفسك سبب ان تجيب عيال عمك وعيال خالاتك ينامون عندك من غيرها لا تجيب او انت تروح من غيرها ما يجونك ولا انت تروح لهم نعم. المهم حق المستمعين بالفيديو كاست حاط بيشو الوصلة العظيمة حاط عدول هو يايب يعلم لا لا حاط وصلة الجيم بوي أدفانس مع الجيم كيوب الحين احنا صارنا ساعة قاعد نتكلم شوف يحب نينتندو ماكو فايدة صارنا ساعة قاعد نتكلم زين شو رايكم لا قاعد نتكلم على سوالفك مغامراتك ليش انت يوم الطفولة قلنا عن يد حطيت يد التيربو ما حطت يد التيربو اللي قال عنها يعقوب ما حصل ما مدارك ها بس حق هذه خلصت السالفه من سنه مداني
زين زين انت الحلقات اللي انت تشتغل اخراج يا الربع ايش رايكم نتحكي عن الميوزك جيمز لان هذا شيء وايد هذا يعني حتى المشكله اللي شنو يعني اوكي الالات اللي حاطينها الجيتار والبيس نفس الجيتار حلو و ما حد جيتار وبيس والميكروفون لا يبا شنو واقوى واحد فيهم واللي يسوى انا قاعد اقول لك هذا مرات سامبا دي اميكو سامبا دي اميكو اي صدق ما لعبتها كانت حلوه ما لعبتها انا لعبتها شوف صدق انا لعبتها اكيد انت ما كانت ببالك ما لعبتها لاني ما لعبتها مع ان انت سيجا فان يعني ما طحت بيدي سامبا دي اميكو لا لا في شيء اقوى منها مالت كونغا مالت دونكي كونغ لان فيها استخدامين ميوزك جيمز ريذم جيمز ودونكي كونغ جنجل بيت بس انا سامبا دي اميكو يمكن اول واحده اتذكرها سامبا دي اميكو ما لعبتها اول لعبه تركس فيها اله إيه ما في عندك هذا التاكي درام مال نامكو الطبل تطبل عليه بس لحظه ما بس دكان اول بس نزل ها دكان كونغ هم قبل تايكو تايكو درام لا تايكو درام كان على الاركيد تايكو قبل ما حد يعني نينتندو وقلادين قلادين نينتندو هذا غير هذا طبل ياباني البونغوز مات دونكي كونغ هذا على افريقي استعمال جنجل بيت من اللي يتذكر اكسسوارات طبعا اكسسوارات نينتندو يعني لا تعد ولا تحصى بس كان في يعني مثلا لعبه ووريو يكون فيها جايروسكوب من ورا توست توستد بس هم مو اكسسوار تعتبر ما ادري وكان كان شلون تلعبها هي اللعبه هي اللعبه نفسها هي اللعبه نفسها وكانت في لعبه يعني هذه اوكي يعني مو قبل تشتريها عشان مع اللعبه يعني يعتبر نفس الكاميرا هم الكاميرا كانت مع اللعبه بالضبط بس خلاص امسح فيديو زين الدرمز مرات روك باند وجيتار هيرو زين هذا احسن شيء ترى هذا احسن شيء الباجي مو ذاك الزود تذكرت هم شغله ثانيه الدرمز كانت في لعبه نسيت مين كان مسويها الجيم بوي ادفانس فيها الكارترج مالها فيها مال الطاقه الشمسيه اي مال كونامي اي مال كوجيما اللي اذا بوتكاي ما بوتكاي بوكتاي بوكتاي تايكو بوكتاي نادي الشمس عجيبه دعايته كانت تونس اللعبه فكرتها حلوه يعني بس كانت هبلة يعني بالكويت هني انصهار الجهاز جهاز اوفر نود انت تصير اقوى هيرو بالعالم اللي يبي كور ليفل هني طاقة الشمس عندك كلها 99 اصلا الشاشة تحترق انزين اكو احد فيكم يذكر اكسسوار خايس وايد اوكي اول شيء نبلش من نينتندو اول شيء وايد اي واحد فيهم اي وايد اذكر واحد زين يعني على سبيل المثال يد 64 معناه اكسسوري بس كانت جهاز خايس لا احنا ما نقول يد يعني خلينا نقول مثلا اكسسوري القطع البلاستيك هذا اللي يبيع لك اياها ب 10 دنانير زين اي قطعه وايد تبي لحظه يقول وايد بس ولا يهمك قصده مرات الوي مضرب تنس مضرب تنس انا احسبه اي هذول حد مضرب تنس بس هذول مو نتندو سويتهم الثيرد بارتيز لا الويل كلهم ثيرد بارتيز الويل الويل مال ماريو كارت اوفيشال انت زين والتنس والجلوف التنس والجلوف وهذول كلهم والشيء اللي تركبه على راسك هذا كونامي يضر اكسسوارين نينتندو لحظه شو هاي تركب على الراس لحظه عندهم نفس السماعه ما تعرف فيديو جيم نيرد نحطهم جوجل جلاس جوجل جلاس بس ايام قبل جوجل جلاس ايام قبل هذا اللي فاير 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 هذا كونامي؟ اي كونامي اكسسوارز نينتندو باور جلوف نينتندو لا صح الاكسسوارز اللي نزلوا على الوي وايد عاد هي ثيرد بارتي ما تاخذ من نينتندو ليش الوي فت هذا بس هاي زينه ما تعطيك وي فت هذا بروفن يعني تبون اكسسوري يعني او فيشل كودي اجربه من قلب لا لا كودي اجربه صدق كودي اجربه شنو هاي لعبه كابكوم 40 دقمه على الاكس بوكس الروبوت هي لا كانت تقريبا لانش تايتل او لانش شنو اسمها نسيت اسمها يعني حاطين لك باتل شيب لا مو لا 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 كوكبت كامل حق روبوت اكتب كابكوم هيوج جويست هيوج ايش اسمه اركيد كنترولر هيوج كنترولر تدري بعد هم من الاكسسوارات اللي كان اللي كانت انا بالنسبه لي تونس لا حمد كان في
يده اركيد بس اثنين يدتين لاصقين ببعض. انا شفتها مو بس كابكم ها؟ لا شفتها حق مو كابكم. قاعد اقول لك هذه كان من الاكسسوارات يعني كان يعطيك شعور انك قاعد باركيد. سمع غبي كانت صغيره فكنت لا كان لا على حسب كان في اكثر من موديل. انا شفتها واحده كانت لا كان في واحده طويله كانت وايد حلوه هذيك كان كان شعور ونس. لو تقول لي سمع اطول راح اتذكرها بس مو مو كوماند ما قلت لك انا قاعد احكي معها طلع لك اياها. زين شايفكم لو تكلمون بس انه جسمه تدورون يعني لا تقعدون صفه. كان اكبر مشكله طبعا سعرها وتعال اذا انت طبعا هني تعال اطلبها وزن وزن ما تلعب لها حق لعبه واحده. ايوه حق هاي المشكله. لا شوف حتى حتى الكنترولرز مرات يعني شوف معروف اغلى كنترولرز كانوا مرات الفلايت الفلايت ستكس هذول معروفين كلها اغلى حتى من السكاكين مرات مرات لوجيتك وهذول مرات الهاي اند حق جي تي وما جي تي اكو في الهاي اند مرات الفلايت فلايت ستكس هذول معروفين كلها ست غالي عاد شو يسمونه اذكر ستيل باتاليون صح ستيل باتاليون صح 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 اذكر كانت اهم من فلايت اول فلايت ستيك استعملته كان مع السيجا فلايت ستيك مالت شو يسمونه والله تك عندك وايد سوالف عدل لا مو شرط عندي اوكي اوكي ليشنج اوكي اجين مو شرط عندي يعني اقول جربت شغلات جربت وايد وايد وايد, وايد. الفلايت ستيك مالت سيجا كنت العب فيها حق افتر برنر افتر برنر اي صح انا كنت افتر برنر واستانس عليها بالاركيد كان افتر برنر اذكر انه الاركيد مال افتر برنر وانت تتحرك الاركيد يتحرك وياك اي عرفت شلون فكان في شعور خايس على العكس شعور حلو وعجيب كان زين ما حد انت شنو طفولتك تعيسه مو عاجبك هالشيء هذا لا 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 تقول لي لا تقول لي اركيد السيك اللي يمين يمين يسار كنت تتاذى منه تبي كذي انا ركبت لعبه طيارات واحده بس كانوا يربطونك بحزام اللي تقلب فيك الطياره لا هذه تقلب ولا مره لا لا ولا مره لعبنا احنا تقلب بس هذا هذا وافتر برنر كان بس الدني يمين يسار اوكي هذا سهاله انا لا لعبت يمين يسار فوق وتحت لا تقلب فيك هذه تقلب فيك الحين موجوده مال سيجا حاجني سكنس على طول لا تقلب فيك انا ما عمري شفت انا خاف انا انا خبري تذكر سيجارالي كان فيها هم بعد اركيد اللي سياره تعفر فيك وايد وايد بس لا انا هذه مالت فعلى طول اشتريت افتر برنر لعسيقه وخليت معها يعني ما خليت اوكي دبرت لك دبرت لي ستيك هذا الفلايت ستيك شنو كان من من احلى شعور انه كان طبعا ما كان له داعي بس الدقمه اللي مالت الصاروخ الدقمه الحمراء اللي فوق صاروخ هذه على اساس تستعملها تكون مغطيه ببلاستيك بزجاج تطق على الجنب تبطل كنا صج كنا صج يعني سيفتي سيفتي وتراث اخذوها من كوجي كوجي عرفت شلون؟ ما شاء الله شكلك انت ود فلوس يعني انا صراحه ما ما كنا نقدر نقول نبي هال انا انا قلت كنت ابي ما قلت انه اشتريت اوكي في فرق الريال طموح يا اخي هو دبر له فلايت ستيك ما شاء الله دبر له فلايت ستيك انت شو كنت تسوي انت صغير صدق شنو كنت اشتغل بالبورصه شكلك قديش محل انا راح اجرى منك شويه من غير لا اقول لك اوكي اوكي انزين متى طاح من عيني اللايت اللي يسمونه اللايت جنز هذيلا في لعبة بوينت بلانك مالت نامكو اي بط هذا نزلت بعدين بلاي ستيشن 1 مسدسات بلاي ستيشن 1 قاعد اقول لك بعدين متى طاحوا من عيني ترى اللايت جانز طولوا اللايت جانز ما طلعوا باحسن شكل اللي على البي اس 2 ايرا الجان كون 3 كان وايد وايد زين جان كون 2 بوينت بلانك مالت مالت نامكو اتوقع مالت نامكو صح؟ نامكو نامكو هذا اللي فيهم كان دقمة الخش لا لا هذيك تايم كرايسس تايم كرايسس هم من نامكو زين بوينت بلانك اللي حاطين لك شخصيتين بروفيسورين خبول تكلها تساعدهم حتى البروفيسور صيادين اللي هو المسدس نفسه يرد لي ورا بكل طاقه لو كل طاقه طب كان شعور حلو الكويل كان شعور حلو شوف حق الهوم هوم سيستم احسن مسدسات كانت الجان كون مالت نامكو صح كان في وايد منهم فيرجنز يعني ثيرد بارتي صراحه لا شريت مال نامكو بس عشان شنو عشان لعبه تايم كرايسس
بس اي وين المشكله؟ ليفت فور ديد اسمه في فامباير في فامباير نايت لا لعبتهم شنو ليفت فور ديد لا هذيك انت قصدك مات سيجا مات سيجا شو اسمه تايب ذا ديد لا مو تايب اوسف شوف شوف سيجا ما شاء الله انا شريت المسدس مال نامكو مال بي اس 3 انزين الجن كون 3 في شنو غيروا فيه لان نسخه البلاي ستيشن 3 مال تايم كرايسس 4 كان فيها مودين كان فيها مود اكسكلوسيف حق الكونسول وكان فيه الاركيد فيرجن المود اكسكلوسيف مال الكونسول المسدس نفسه حاطين فيه ستيكات جويستيكس انالوج ستيكس انزين وكان في مود باللعبه تلعبها ثيرد بيرسون تتحرك تتمشى ثيرد بيرسون انت على كيفك وترمي بالمسدس هذا كان خايس توني بقول لك شكله عرف انزين حد خايس انزين وشنو كانوا مسوين علشان يقرا الانبوت مالك معطينك سنسرين تركبهم على زاويه كل على كل على على كل عباله التلفزيون فالست اب مالك كان خايس عباله عشان العب تايم كراسس 4 مال الاركيد لازم اقعد لازم اقعد اضبط سيت اب فكرهت شيء اسمه لايت جن جيمز بالبي اس 3 ايرا بالايام البي اس 2 كان الجن كنتوش حالاته سيت اب حتى بس بي اس 2 انا تايم كراسس 3 على تايم كراسس 3 سيجا ساتر فيرتشوال كوب فيرتشوال كوب مثلا بس انا اتحكى احسن 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 استخدام كان بالايام البي اس 2 فيرتشوال كوب 2 انزين فكان كنت تلعب تايم كرايسس 3 وفامباير نايت اذا ما غلطان كان اسمها هم بعد من نامكو وكانت لعبه شوتينج فامبايرز وويرولفز وسوالف هذه الوحوش هذا ما ادري فامباير نايت اي فامباير نايت اذا ما غلطان اسمها فكانت وايد وايد حلوه واحسن استخدام حق لايت جنز كان بهالجيل هذا السيت اب كان على طول ما ما اذكر كان مزعج يعني بعطيكم داك هانت داك هانت الشرطي بطفيك سي باس حسافه انه ما نزل اجن طالع الاركيد تروح تحدق سيجا باس ماشين تقط الصناره تسحبك كان في وايد حق الجيم كيوب وانت تشتري دريم كاست عفوا تشتري وتشتري حق وتشتري حق الكونسول هذه ما منها فايده يعني الصراحه يعني حق لعبه واحده وناسه ما جربت على الاركيد حسافه على الاركيد هي وايد حلوه هي الحلوه الكونسول مو وايد حلوة الاركيد شوف انا عندي قطعه وايد شنو شغلات خايسه لا انا عندي قطعه مهمه لازم اذكرها لازم اي لازم هاي ضروريه شنو انا كان عندي الان 64 مالتي اوروبيه الوالد الله يرحمه جاب لي ال 64 من من اسبانيا واللي هي البندل مالت ماريو 64 هذه سمارت سوبر ماريو 64 كان بندل اساس مع زلدة اساس تحول الالعاب من امريكا الى اوروبا فلازم شنو بغيت اشتري سماش الامريكيه ما تشتغل على النينتندو 64 الكارت كان ادري من ورا قاص مال من قبل عادي فايش سويت شريت قطعه اللي هي نفس مات الجيم نفس الجيم شارك الريجنال القديم الكارتج بس يكون شيء مختلف اي قصه يركب عادي اي شو اسمه انا ما كنت ادري عن الحركه هذه فكنت شاري الجيم شارك تركب شريط من فوق اللي تبي تحول له وشريط اللي على جنب تركب اللي هو مال الريجن مال الجهاز يا الهي وتدش على الكود وطبعا انا حظي كانت ايامها ادش على الكود اشوف في اكو اكتيفيشن كود حق الريجن حق اللعبه اللي بشغلها يعني مثلا انا عندي الحين جهازي اوروبي بشغل سماش امريكيه فلازم ادور على سماش بالكودز وفيها اكتيفيشن كود عشان انه شنو يشغل الريجنز بطل الريجنز حق اللعبه فتشتغل معاي سماش بهالطريقه انا وحظي مرات تطلع الالوان صح مرات تطلع الالوان غلط اوكي يا الهي هاك عندي نفس الحاله على السوبر نينتندو شريط قطعه شيء ركب مكان شريط اركب مو كل الالعاب مو كل الالعاب ايام قبل جيم جيني لازم تدور لك على كود دش النت دور على كود يشغل مثلا بس ما السوبر نينتندو انا كانت عندي كان بدون كود ولا شيء بس انه ركب اي بس ركب شيء كذي شريطين وبس خلاص هذا لازم كود لان كان اكشن ريبلاي عرفت فكانت الطريقه الوحيده اللي ممكن العب فيها العاب امريكيه ومو اي لعبه لازم اخذ معي 64 المحل واقول له عطني بجرب اللعبه هذه واجيب معي انا مثلا زلدة ولا ماريو عندي اوروبيه واجرب المحل اذا اشتغلت اشتري من اللعبه كنت صج وقت تعيس يعني بس ما كنت ادري اكسس قصص الفيديو جيمز بحال ما كنت ادري لو اكسر بس البلاستيك يشتغل ما كان ما ادري انا هذا كلش ايش حقه في كود اكشن ريبلاي هو مثل اكشن ريبلاي تحط مثل الجيم شارك بس في كود من بين الكودات هذه عشان تبطل الريجن ما ادري هذا بال 64 انا كنت اسوي متاكد ان السوبر والسيجا كان بلاستيكه ايوه 64 ما ادري بس المفروض انه يشتغل بال 64 كان في وحده ثانيه من غير كود بس ما تشغل تقريبا ما تشغل ولا شيء ما ادري جربتها
فكنت استخدم اللي كانها اكشن ريبلاي اظن هذا الاكسسوارات في اكسسوارات تعيسه ثانيه ما جربتها المايك مال سيكا هاي لعبه السمك اللي عندها وجه تكلمك سيمان هذا كان شيء مع ان مدحوها وايد ما تتكلم بيكاتشو ها صح هي يو بيكاتشو اسمها ايه ما شقه تكلم بيكاتشو اصلا ما يتكلم شقه كلمه انت ليش تقول تسب شيء يرد عليك بيكا 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 ما راح يغير حكوته بعد شنو عندكم اكسسوارات اكسسوارات تعيسه حبيتوا كل الاكسسوارات ماكو ولا اكسسوار تعيسه شوف كلها شغلات تشيب الصراحه التوصج خلاص حط عشان الناس يعرفون القرف مال سيمان مشكله قاعدون على الاكسسوري نفسه ما التحدي حق بيشو التحدي حق بيشو بيشو قول لنا اكسسوري نينتندو خايس انت ذكرتهم صدق حقش حقه قاعد بلعومه يعني مثلا صدق الويل ما له داعي هذا الوي الميكروفون مال مايرو بارتي كان في ميكروفون حتى حق اي اي مال بارتي 6 جيم كيوب في نزل مايك ما له داعي بارتي 6 اي كان حق جيم مود واحد استخدمناه مره حق اللي هو كنا كوز شو حسب كان في اكسسوار على الجيم كيوب كان صدق ودي احصل بس حسب ما حصلته اللي هو خليني اركب شطه جيم باي ادفانس هذا انا شريته حسب هذا طبعا هذا انا شريته وايد كان اكسسوار احسه حلو وايد قوي لعبت كينج فايترز 95 جيم باي ادفانس والله صدق على الجيم باي ادفانس كان في كينج كي او اف ادفانس 1 و 2 شريتهم ولعبتهم على شو اسمه على تبون اكسسوري ما له داعي خايس وايد انا قاعد افكر فيه مال دريم كاست الميموري كارد ميموري كارد ليش خايس؟ طلع بالفيديو تو ليش خايس؟ لانه كان شيء الاول كبد الميموري بروحه يعني الميموري بروحه الميموري مو اكسسوري بلا ميموري اكسسوري غصبا عليك ما غيره ما تخزن بس ما كان خايس ليش خايس؟ مو قصدي الالعاب اساس تلعب العاب لازم تطلع الشخصيات لازم تلعب برمجه اللعبه لازم تلعب وايد العاب لازم تلعب برمجه اللعبه هذه لازم تلعب هذا الديفلوبر مغفل بالميموري كارد الديفلوبر مغفل بس مو الديفلوبر لان الميموري كارد حاطين لك اياها فيها شاشه وفيها يده ودقمه يعني حاطينها على اساس تستعملها وكانت يمكن جرب يمكن تلعب فيها في استخدامات حلوه لا تلعب فيها ساعتين تخلص بطاريتها شوف في استخدام حلو شلون تطلع الشخصيات جاب لها لك شوف خل هذا قاعد تحكي عن مارفل زين مو بس مارفل في اكو تشاو جاردن مال سونيك ادفانس سونيك ادفنتشر هم كان شيء مغفل تشاو جاردن بالعكس كان حلو شيء حلو تاخذ لك هذول يطلعون من البيض تربيهم وتلعب البلي جيمز وتردهم باللعبه مش حالات واحد بقاله اشترى تمادوتشي بدينارين يا مقبل دينارين قد دينارين لا يبغيت البلاش تقد دينارين ببلاش كان هذه تقعد ويا ببلاش يطلع بالصدق سونيك كل يوم غير شو اسمه قلت كل يوم غير بطاريه هذه على الاقل تمادوتشي يموت يقوم تروح تحط له واحد ثاني يديه عليه لا بس 15 واحد عدوا لا انا الصراحه لا الميموري كارد مال دريم كاست هذا هو كنا يعني يصير انقل سيف كنا تقدر اي تركب اثنين مع بعض تنقل سيف تشوف تسيباتك تمسح كوبي لا تحكي لا كان شيء فاشل المطور مغفل يصعب امورك انا اتوقع ان اخس اكسسوارز نقدر نسوي حلقه بروح لان في شغلات وايد بلاوي ما تكلمنا عنها خلوا الحلقه هذه احسن اكسسوارز هذيك حلقه ثانيه خلطنا يعني كنا اللي بالنا بس انا متاكد ان في اكسسوارز شغلات زينه ما تكلمنا عنهم شفت انا احس مؤخرا بس اللي قامت تطلع اكسسوارز يعني اذا خصوصا من ثيرد بارتي اللي لها معنى مرجع مره ثانيه الوي لا هني الكواليتي زاد في شيء يعني مثلا عندك يدات مال تريزر في اكل يده مال 360 اللي هم مسوينها انا عندي انا شريت ثنتين واثنيناتهم اختربوا ويعني باستخدام شهر شهرين بس مو شرط ان كلهم هاي كواليتي الحين على حسب يعني مثلا ريزر كيبورداتهم ماوساتهم على عين الراس بس اشياء ثانيه مثل اول فيرجن هيوماكس جيتار هيرو زين اول الجيتارات كانت ممتازه إيه؟ اللي بعدين ما بعدين كل اخترب بس موشن جوي مال كل العتيج موشن جوي القديم يدت سوني 2 تركبها على البي سي كان عندي قطعه تركبها موشن جوي كان لا هو في انواع وايد في اكو بيلكن وفي اكو تتكلم عن شنو انت ما ادري يد اليو اس بي ل سيريال بورت مال بلاي ستيشن 2 كان انا بالنسبه لي احسن يد بلاي ستيشن 2 فابي العب العاب كمبيوتر على يد البلاي ستيشن 2
تركب وصله يو اس بي يطلع منها بوكس فيها وصله البلاي ستيشن 2 كنترول. اتذكر في انواع وايد، يمكن اكثر واحد انشهر بيليكن اسم الماركه. انا كان عندي واحده بوكس مالها احمر، شيء احمر صغير وتوصل يو اس بي. كنت العب، كنت اركب جويستيك بلاي ستيشن 2 اركيد والعب العاب فايتنج على الميوجن. صح ليش الاميليتر 95 لا عاد اميليتر افتح لك شيء. ايش رايكم تشوف المستمعين ايش يقولون؟ يلا ها شوف خلص اي بشوف. عندك شيء بعد تضيف؟ طيب تضيف شيء؟ لا ماكو شيء ببالي. في لعبه بس انا ناسيها الصراحه، قول لي ليش يمكن تذكرها انت. شنو على اي جهاز؟ لعبه كره على الجيم كيوب. زين مالت صايره كنا شو اسمه شو اسمه لعبه اركيد هذه بينبول. بينبول بس يابانيه قديمه وفيها تتكلم وتقول حق الجنود واخر يمين ويسار. جنود هذا جيم كيوب. جيم كيوب تستخدم المايك. اي لعبه كره جنود مو كره، هي تصير كره مثل كبيره سو يعني تعطينها على الجنود اليابانيين. ادوما ادوما اي شيء كذي. فهذه كانت فكرتها غريبه بس ما جربتها للاسف. انا شوف الاكسسوار اللي عجبني بس ما قدرت او يمكن ما اتوقع ان هي الكويت. عندك هذا يعني ما بيش يطلع الادوما هذا ليشو. انا طلعت في الكومنتس الدي دي اكسبانشن مال 64. لا ما نزل هذا. انزين هذا ما يعتبر نزل. شنو هو دي دي اكسبانشن؟ دي دي ايه اتذكر اسمه دي دي. ذكرني شنو هذا؟ كان في اكسبانشن حق 64 نزل يمكن على اخره يعني. بس باليابان يمكن. لا مو على اخره نصه بس نزل باليابان بس باليابان نجح. ما نزل على اللعبتين، ما ادري لعبه واحده. شنو اي الالعاب؟ دوشين ذا جاينت، اف زيرو، عندك مثل باري بينت، فيرجن باري بينت. انت تقول فكرته ان يعني يحسن الجرافيكس عدل ولا شلون؟ في سوفت وير كونكشن هاي على النت يحسن الجرافيكس. هذا ذكرني لا ما كان يحسن الجرافيكس. لا ذكرني. انا ما اذكر كان يحسن الجرافيكس. ما صلنا ما شفناه. انا ما شفته. انا اذكر من الفيديوهات. انا قاعد اشوف شفت الدعايه. سيجا ساترن كان في كارترج من وراء تركبه 512 ام بي ما ادري شنو زيد الرام 64. قلت 64؟ ها؟ الميموري اكسبانشن مال نينتندو 64. لا 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 شو يسمونه؟ مال ساتر ادري كان في روم اكسبانشن. روم اكسبانشن ايه. بال 64 هل بعد كان في روم اكسبانشن؟ 64 كنا باليد. لا لا بالجهاز فك بطله هذا حطوها مع دونكي كونج. عاد نكتة عاد دونكي كونج ايش حق حطوها؟ غصبا عليهم اللعبه ما تشتغل من غيرها. تدري ليش؟ تقول انا اذكر السبب. انا اذكر السبب ليش بس ما او يعني مر علي بس نسيت ليش. يقول لك ان السبب مغفل. سبب حل مغفر. اي حدا مغفر. اي هي اللعبه المفروض تشتغل بالرام الاقل الرام العادي بس كانت اللعبه فيها بق ما عارفين يصلحونه. ايوه صح 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 مو عارفين يصلحونه ما يدري شو البق. تو هيقول لاخر دقيقه شي يقولون اذا حطينا الرام بق زياده مور ماني عادي ما راح يصير البق. لا نفس السعر. لا نفس السعر. شنو نفس السعر؟ نفس السعر الشريط بروحه عادي. صحيح هو هم بعد ستارفوك 64 كان معاه رامبل بلاش. شنو يصير الرامبل؟ اي رامبل بالنسبه لي اكسسري عادي. لا لا ب 64 كان شيء حد بط. كان اكثر شيء يميز 64 الرامبل. بس انا ما اطيح رامبل. انا اجن اي شيء محتاج اني انا دائما 24 ساعه اروح اشتري بطاريه. ما لا بدون بطاريه. بطاريه هذا كان في رامبل في بطاريه. لا قاعد تحكي عن ويف بيرد. يده الويف بيرد اللي كانت بلا صح صح يده الويف كانت في يده فيها رامبل. اي ويف بيرد كان الويف بيرد ما فيها رامبل. الويف بيرد وايرلس ما فيها ما فيها رامبل. اي وايرلس بس ما فيها رامبل. صدق كان في شيء في رامبل. ما ادري عن شو قاعد تحكون انتم. الويف بيرد كنت اركب فيها الرامبل. ما يصير ويف بيرد مال الجيم كيوب كنا ما يصير. لا كان في ويف بيرد 64 ما يصير. صدق اي كنا كان في 64 اكيد. ما اعرف انه في وايرلس 64. نوب لا مو وايرلس. الوالس ايه صح احنا مخربطين احنا مخربطين ايه عاد عاد ايش مبطل. يلا يلا مستمعين مستمعين المهم اي شيء صرف بطارية. تصدق اي شيء يستهلك بطاريه شيء قديم ترى شيء قديم يعني. شوف شوف يده الاكس بوكس ويده يده الوي. يده الوي كارثه كارثه. يده الاكس بوكس يده الاكس بوكس انا ما تحلطم منها صراحه. انا من عمر هي بطاريه يعني اكيد راح تطول معك شوي بس بعد وانت قاعد تلعب اوه شيء يطلع لك. ولا بالوي ترى في وحده من اليدات البطاريه راح تخلص. اقول له ادري ادري كاي. اوكي نفس الشيء البلاي ستيشن لما تخلص بطاريه. اي بس هذه تقدر تشحنها. هذا ما تشحن. روح روح اشتري بطاريات. هذا هو بطاريات بطاريات عندي بطاريات شحن يعني فعشان كذي مو بقديم يعني. anyways
عندنا المستمعين ومشاركاتهم. زين في عندنا مشاركات بعد بالجي بلس. لا هذاك هذاك مش اسمه. أنت اللي قاعد فريق الجي جي. أنت. لا لا مو أحسن. شيكم؟ لا قاعد طالع خلاص بنزل عشان ما يشوفهم. يلا كل واحد طالع قدامه. يلا عندنا تعليقات من الموقع. تعليقات وأسئلة. تعليقات أسئلة بال شو اسمه؟ أدري عندنا محمد الحسين يقول سلام شباب سؤال صعب أنا دائما أكره الأكسسوارات. السلام. لأنها دائما تكون مشكلة أكثر ما هي تحل الأمور. صح. مشكلة البطارية بالبورتبل ما كانت بالبورتبل ما كانت حاشتني لأني دائما بالبرايتس أحط أقل شيء. الثري دي إس تمام أقعد ألعب لين من أمل وللحين مجدف أنا أبي الثري دي إس مالك صراحة إذا أنت البطارية ما تك. لا ما يحط ثري دي يقلل الإضاءة. أنا سويت شيء هم يسكر الوايرلس. هم حسه ما يطول. أيوة تسكر الوايرلس. هم حسه ما يطول صدق. زين مو وايد. بالفيتا ما اقدر فشريت هذا الطيب الجبار المتشكنم فيتا بي اس فيتا بورتبل تشارجر ما كنت ادري عنه الصراحه هو مو شرط يعني بي اس فيتا تشارجر او تشارجر عادي مال التليفونات الحين اي اوكي عندنا تعليق من جيرو ستيشن اللي قلت لك عنه بالتسخين السلام عليكم شباب سلام احسن اضافه على كل الاجهزه كانت ولا يزال الاعظم العدسه المكبره للجيم بوي اللي فيها ليتات تو يعقوب قلت اوف لا هي حلوه ومو حلوه بنفس الوقت قلت لك عصابه انها تعور العين بعد انا بالنسبه لي كانت بس مهمه ممتاز الصوت اي والله شيء متحيل العب كينج فايترز بغيره اي كينج فايترز كلش كينج فايترز على جيم بوي نعم زين عندنا تعليق من احمد البالول يقول انا ليومكم ابي اعرف ليش صنعوا طابعه حق الجيم بوي اليوم اتوقع عرفت ويست اوف ماي يقول شلون ليش ايش معنى ايش حقه حق منو حق ليش حقنا احنا بس جواب واحد لا حق الصيدات من طقه بيشو يبي سيلفي ايام التسعينات نعم نعم يطبعها بالاسود ابيض حق الفانز حسيت ستيكرز بيكاتشو اوريجينال سيلفي حق الفانز اللي يحبون نتندو حتى النخاع واعترف اني استمتعت حدي بايامها ما كشيء جديد والله بط فيكم نتندو ابداع زين علي المطوع بط فيكم منو فيكم حد بالضبط اللي مو عاجبه اوكي زين هيترز قال هيت كلام لكم يا هيترز زين عندنا مشاركه من علي المطوع يقول هو شباب مبارك عليكم الشهر والله يعينكم على التسجيل بهالوقت ويعطيكم العافيه يقول اختياره اللي هو الاكشن ريبلاي مال بلاي ستيشن 1 تقدر تفكر فيه انه شيء زين وشيء سيء زين شو هو الزين جيم شارك يعني جيم شارك اكشن ريبلاي وجيم شارك شركتين تنافس بعض خلينا نقول يقول صدق بطل اكشن هو يقول شيء زين انه تقدر يعني تفوز بكل الالعاب وتحس انك انت انفنسبل شيء ما تنجاس حدك قوي هاشم مو زين زين انا كرهته صراحه لا هو عاجبه هالشيء زين يقول عادي قص على روحك الالعاب كانت صعبه على ايامها زين اوكي يقول لك الشيء السيء ان تقدر تشوف كل السي جي موفيز هذا شيء زين انت عكستهم انا شفت نهايه داينو كرايسس قبل ما اخلص اللعبه لا ما عندك سالفه عشان اذا شفت شيء وعجبك انت بتطالع مره ثانيه ولا توصل اي اكشن بتطالع خصوصا فيديوهات فاينل طبعا طبعا انا شفتها يعني اكسيدنت عرفت واحد يوم اكشن ريبلاي عندي اطالع ولا اخ اقدر اشوف فيديوهات اطق ولا النهايه نو بس ابي اشوف نو ديناصور يطلع نو ابي اشوف بس نو اوكي كمل انزين ف يقول مشكورين وحطوا بالكم وانتم رادين حق الفطور مو تدوسون حيل ومشكور احنا ما ندوس هو اللي دار مدارنا اللي دار مدارنا حطوا بالهم على الصواريخ ان شاء الله ما يدوسونا يقول لحقون على المسلسلات ان شاء الله انزين هاي مسلسلات الحين مباراة بس هم يردون يطرون بيتشر يعني تدري الايمان يعني لازم حد يدوسون يطفون الاشاره حمراء يدعمونك عشان الايمان يدوس من الايمان استشهاد عادي استشهاد انزين عندنا تعليق من محمد هاشم السلام عليكم شلونكم يا شباب كل عام وانتم بألف خير ومبارك عليكم الشهر وعليكم السلام بالنسبه لسؤالكم هالاسبوع ويا بعض يكلبون نرد عليهم بالنسبه لسؤالكم هالاسبوع انا العكس عندي اسوء اللي هو البلاي ستيشن موف وكنكت اكس بوكس ليش احنا ما تكلمنا لان حمد قال خلوا حلقه حق اسوء انا ما اسوء شيء اسمه في شيء مو اسوء شيء بس لا بس الكاميرا صدق مال البلاي ستيشن شيء زينه شوف هي زينه خلينا نقرا تعليق الريال ونناقش خلينا نقرا تعليق ونناقش زين
صدق تحسفت اني اخذتهم، حسيتهم شغل تقليد من نينتندو. يعطيكم العافيه شباب، ما عليكم امر، متى حلقه الديوانيه الجايه؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي كالعاده. ما راح يعني والله شوف اذا في صغار راح يستانسون يعني. اي صدق يعتمد على من الجايز الكونكت. شوف الكونكت اضبط حق اليها على اساس يستانسون، لانه مو محتاج انك تمسك شيء، مو محتاج. الموف لا، الموف في العاب استخدمتها زين، استخدامه كان اوكي بس شويه على حسب. يعني عندنا بالبيت حق اليهال لعبه الرسم كانت شيء تفجير. اي ممكن صح. أي لعبه الرسم الكاميرا مع الكاميرا يشوفون نفسهم يقدرون يرسمون. اي هذه كان شيء وايد حلو. بس بتقول لي بشكل عام الموف، بس ما تلعب لعبه رزنتيفل بالموف. لا يا حبيبي استريح. لا بشكل عام الموف كلش تعيس. رزنتيفل هذه سورسري ما تلعب. لا سورسري على العكس. سورسري وندر بوك. لا سورسري انا اتوقع من الالعاب الوحيده اللي زينه. زينه مو اكثر من زينه. مو اكثر من زينه بس زينه، بس مو سيء. يعني اللي يحبون مثلا يعني تعرف اللي حزتها اللي واحد تو طالع من يعني الحين هذه هبه هاري بوتر تو صح وتعطيه عشر سنين بس بشكل عام بيش يعرف شو يقول هاري بوتر الاسبكترو اكسبكتور باترونم هذه انا اردد واحده انا بالنسبه لي الكونكت فائدته شخصيا حقي انا كانت الفويس كوماندز، غير كذي ما استخدمها حق اي شيء ثاني. ف بس اتليست كان يشتغل حق بس هذا مو سيئين ترى، مو سيئين. بس انا اشوف اضعف واحده من بين ال كونكت والمو سوني، بين كونكت والموف ومال وي. اضعف واحد سوني بالنسبه لي شخصيا. انا اشوف شوف انا اقول يعني كتكنولوجي زين، كتكنولوجي اوكي، بس قاعد اقول لك كوناسه قابليه. انا استفدت منه. شوف الموف استفدت منه حق العاب اللايت جن، بدل ما اخذ لايت جن قعدت العب بالموف. اوكي كانت وفرت علي، بس تحس الاكسبيرينس حلو كان. يمشي الحال يمشي الحال على حسب اللعبه. يعني هذا لعبه الايكو كروم كانت شيء مميز بس مو وناسه. انا عندي صرت كنا ليت، صار مو كنا ليت في واحد الظل قاعد تمشي بالظل حركه بس يعني تايم كرايسيس 4 نزلوا بعدين فيرجن فيها سبورت حق الموف، ونزلوا معاها لعبه قراصنه شوتينج، فكانت تستخدم الموف عشان تنيشن، فكانت اوكي. ما لبس حق شو يسمونه، اشتري حق عيالك هذه مالت الاكس بوكس حمد، كونكتبلز مو كونكتبلز، هذه مالت الميوزك شو اسمها، دان سنترال لا لا مال ديزني، ديزني فانتازيا. ايه ما حطوا ولا فيديو اصلا. لا نزلت هذه، بلا ما نزلت للحين، ما حطوا لها ولا فيديو. حطوا لها فيديوهات بلا، بس كنا ولا شيء ما حطوا جيم بلاي. بلا بي 3 بدي اشوف كنا. عرفت لعبه بارا هذه مالت كونامي؟ مو بارا، شفت اسمه، شفت الموفي شورت مال ديزني اللي ميكي ماوس فانتازيا شنو؟ اي فانتازيا نفسها، شفت شلون يطلع موج وما ادري شنو، نفس الشيء. في سوالف كذي وفي سوالف ريذم جيم. انت قصدك قاعد تخربط في اكو موشن. شو انا اوريك بعد الفيديو شوفه. المهم اللي بعد، اللي بعده عندنا مستر ام اي يقول لا هذا نفس الكومنت ماله، بس هو عشان حط صور زياده. زين طبعا هو يقول انا ما طبوا بيدي اكسسوارات خايسه، لان انا اشتري الاكسسوارات يعني لاسباب معينه ينقيها نقوى. بس يقول احسن اكسسوار شراء البلاين شارج كيت حق الاجهزه، يعني مثلا اذا عندك مالت الاكس بوكس حطوا بلاين شارج كيت اللي فيها بطاريه شحن. زين وعن بعد عندك الجيم بوي كلر لايت اند ماجنيفاير اللي هو اللي تحكينا عنه، مكبر مع الليت. هذا وايد مشهور احسه. اي فهذا اللي كان احسن شيء. بس طبعا هذا مال الجيم بوي كلر، انا اللي قاعد اتكلم عنه مال الجيم بوي نفس الشيء. انا تحكيت عن مال الجيم بوي القديم بعد. فهذول مشاركات الموقع ويعطيكم العافيه. شكرا. خلينا ننتقل الى اليوتيوب ونشوف المشاركات. عندنا اول مشاركه من فيصل الراشد يقول مبارك عليكم الشهر. علينا عليك. يقول الكونكت سعره مبالغ مقارنه لميزاته، وما في غير ان احط كونكت سبورت والعب كنا واحد في صرع كله جلتشز وبجز.
كان بمعنى الكلمة خيبة أمل، واعتقادي أن حاليا كلمة الكنكت مرادفة لكلمة مقلب في المعاجم. ملاحظة الكنكت الأول قصده. إنزين أنا ما أقرأ يعني حتى على قولة مبيته. اي الكنكت الثاني فرق عن الاول، بس انا ما جربت الأمانة العب بالكنكت الثاني. بس انا والله قاعد اشوف حق اللي عنده ياهال شيء وايد زين يعني وايد. شوف بالنسبه حق الوي والموف لازم تحط بيده يده ياهال ما يحب اقل كفخه بالطوفه احسن شيء جرب مع بناتك الكنكت والسوالف هذه شوف شلون يتعاملوا معاه بالكنكت. انت تضمن ان على الاقل ما يمسكون ولا شيء، ماكو شيء راح ينكسر، ماكو شيء راح ينحذف. لا لا من ناحيه ماكو شيء ينكسر، هذا ما له علاقه باليد صدقني. ايه ماكو شيء ينحذف. لا شوف شوف البيئه. اي صح صح تعال صدق في بيئه يعني احنا عيالي عاد انت لما تحطهم ان شاء الله ما تحطهم بغرفه متروسه يا طاوله وما ادري شنو وصحون بحطهم غرفه هامين عرفت، بس شيء ابيض مخدات ماكو شيء. لا بس يعني حطهم مكان براحه براحه يعني اتفاق نسبيا فاهم قصدي، يعني لا تحطهم بمحكر انه ممكن يكسرون يا هال. لو تحطوا لو ماكو لعبه لو بس قاعد يرسمون على ورقه لو محكر بيكسرون لك المكان. لا ما يكسرون، يسرون مايكل انجلو يسرون على طول. شوف شوف انت ما انت ما ياك الكول يبا مال الحمد، فلما يحوشك ان شاء الله الله يكتب ان شاء الله وتجيب عيال ان شاء الله ان شاء الله. بس اجين حطهم براحه. ايه براحه والنطف. انا كسرت تلفزيوني ب 46 انش عادي. وين هذا؟ وين هذا؟ شنو؟ بالصاله؟ لا لان كان لا داري فوق بس يعني وين؟ داري. ليه غلطان؟ شو مدخلهم دارك؟ لا كانوا قاعد يلعبون دان ستر بدارك؟ ليش بدارك؟ عشان يلعبون. لا اجين مكان ديديكيتد حق ياهال ما في. شوف مشكلتك هني مشكلتك. شوف شوف شفت الجبل القلاصات؟ طلع الجبل حطهم داخل الجبل صك عليهم شوف صك على صك على تي تي وخلهم داخل بس هني مشكلة تعذيب. لا وبينهم مخدات بعد. خلنا ننتقل على الكومنت اللي بعده. عندنا من سعد ناصر يقول كيبورد ويمكن اكشن فيجر دارك سولز واتوقع كرت شاشة جي تي اكس 770. اوكي عشان بحد شرهم يمكن الظاهر الظاهر هذه شفره انا ماني فاهم الظاهر لا لا برضه يقولون الكيبورد ويمكن اكشن فيجر دارك سولز واتوقع كرت شاشه جي تي اكس 770. عرفت الصوره اللي واحد حط جيب سرداب مصور وحط كرتون عرفت كراتين البيبسي بطول بيبسي وحط فوق التلفزيون قديم وجيم كيوب وفارش فارش شرشف شي بالقاع وحط صورة إيواته معلقة. أنا أتوقع نفس اللي مسوي الصورة هذا صاحبه يمكن. كيبورد أكشن فيجر دارك سولز وجي تي إكس 770 بس. أيوة عشان يلعب دارك سولز على البي سي. كيبورد على أساس تلعب على البي سي أكسسوري بيرفرل. كيبورد. بيرفرل أكسسوري يمكن ما تبي يمكن بس بماوس. ما يصير. يمكن. ما يشتغل ويندوز. يمكن. ليش ما يشتغل ويندوز؟ تستخدم الفيرتشوال كيبورد. لا الاكشن زين احرق كل هذا هديتوه الاكشن فيجر. الاكشن فيجر لا 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 الاكشن فيجر قال يمكن بس الاكشن فيجر على اساس يدخله مو دارك سولز ويتوقع كرت شاشه 770 بالضبط. الاكشن انا تعجبني اختيار الكلمات صراحه والله مساعد. في شفره هنا ما ادري المهم طيب من الاكشن فيجر على اساس وانت قاعد تلعب دارك سولز يكل الهام منه. لا يمكن يكون مت ولا تشبدك وطالع البطل وتصك كف على وجهه تحس هني هذا احسن من النينتندو وي ايش يسمونه هذا اللي تحط صبعك فيتاليت سنسر لا لا ايش اسمها فيتاليت سنسر اي هذا اقوله فيتاليت سنسر هذا غير انت قلت انت غلط انا صح انت قلت لا لا تذكرت انا ان في اسم ثاني معطيه حمد حق المهم فهذا شلون ايش يسمونه خليك تحس بالراحه هذا نفس الشيء الاكشن فيجر تحس بالراحه لما تسك تراك وشنو قال بعد اخر شيء كرت الشاشه كرت اقوى كومنت اقوى كومنت للحين صراحه انا يتوقع ان كرت الشاشه 70 كرت الشاشه يعني مو الا كرت الشاشه تقدر تلعب ماين سويبر غير اتوقع 70 70 قديم والله هذاك يلا مو مشكله صراحه كومنت كان بط يعني سنه عندنا تعليق من مي ماريو 44 في اكسسوار ما حصلت عليه لكن اعتبره افضل اكسسوار شفته في حياتي الا وهو مشغل العاب الجيم بوي ادفانس على جهاز الجيم كيوب.
اما اذا كان شيء لازم يكون عندي فانا اختار الشابك الاربع ايادي حق البلاي ستيشن 2 لانه حل لعيب كبير موجود على الجهاز ان البلاي ستيشن 1 و 2 قابل انه يشتغل يشغل يدتين بس لا اكثر. صدق على بلاي ستيشن 1 استخدمت هذه باربعه يعني اكيد كراش ريسينج بالضبط اكيد كراش ريسينج وماكسيمشنز لعبتهم مش كثر اربع لاعبين بس الدرجه بس خلاص الوصله قالت بس مليت بس ايه خلاص ما بيشتغل انزين اختيارات جيده عندنا من عبد العزيز الصالح يقول اللايت اند ماجنيفاير فور جيم بوي كلر اوكي نفس اللي قاله محمد ام اي مكبر وجيرو ستيشن الوايد حبه كان ابداع تلعب فيه بوكيمون وتشوف شخصيات كبيره مع البوكيمونات وشنو واضاءه وانت تحت الكمبل وانت تحت الكمبل وكل دقيقتين تشيل الكمبل وتاخذ تاخذ نفس كانك بدوره غوص بدون ما بالمهلك يدرون ها نفس حالتي وانا نايم حتى في ايام الدراسه يخدمنا وهذا اقوى شيء مر علي بحياتي قلنا بحياته زين عندنا علي المطوع هنا يزرق له كومنت ما راح نقرا له قرينا بالموقع يمكن هو نفسه بس كتبه هنا وانا لا في غير هو يقول لك هابي اس هذا هو التزرق بعينه وعلمه ما عشان شيء ما راح اقرا تعليقك زين عزيز عيد يقول الكاميرا اللي مسجلي فيها ادوخ ايش في الباب صاير جلي لا تدري انسى اطفيه انسى اطفيه شو طفى جوجل كابتشر اللي نستخدمه بالهذا يوتيوب كابتشر نستخدمه عشان نسجل فيديوهات بالتليفون زين يكون في ستابلايزيشن زين فلما تشغله وايدك تحرك وايد يسوي ستابلايز حق اللي قدامك على طول بس اللي بالباك جراوند يصير شكله كنا خيال شيء موج صدق موج اي لازم اشوف الفيديو مره ثانيه ما شفته انا اوريك يا الحين شوف مو الحين خلينا نخلص من ال عشان نشوف حمد واحنا قاعد نسجل شوف شوف الباب وراي بيشو الحين يحرك ايده وايد وشوف الباب وراي اها ما حركت ايده ما اذكر اني حركت ايدي اصلا مو مشكله المهم هذه تعليقاتنا حق هالاسبوع ما في بعد و شوف اشوف حمد هذا الاستابلايزيشن لما يبدأ والله الافكت قوي يو شنو صوره هذا شنو 3D بوايد فيديوهات سويناها كانت تطلع هذه لازم اشيلها المره الجايه انا خلا حركه اخراجيه قويه اخراجيه ولا شوف يضيق خلق احنا عندنا الخيال وايد عنصر مهم بالفيديوهات ابداع المهم هذا كانت تعليق مشاركات عادي صايمين هذا كانت مشاركات لهالاسبوع وخلصنا قواكم الله حلقه اتوقع اي ان شاء الله الاسبوع الجاي حلقه سريعه وخفيفه ايش كذا طبعا زين ساعة بدون اديتنج ساعة رمضان يعني رمضان اي احنا عاده نكون نشرب شاي وناكل فطاير ما عندنا ما فينا حيل ما فينا حيل انت تشرب شاي وتاكل فطاير قدام الله والاذان باقي له ساعه من الحين فزين تحكون لا اليوم الحمد لله زين ف ان شاء الله الاسبوع الجاي حلقه دوانيه بالاخير حاب نذكركم بتويتر مع الموقع اللي هو luckygg.com موقعنا luckygg.com صايمين مثل حلقه موقعنا بتويتر ايش رايك انا اقول معلومات يقول معلومات خلاص حياكم الله موقعكم www.luckygg.com راح نحط فيه احنا حلقاتنا ونحط فيه يعني الاشياء المختلفه اللي نسويها بالموقع شغلات مختلفه تدري نسوي شغلات شغلات رياضيه طبعا انا مو موقف الشغل انا اقول هالشيء وقاعد طالع يعني قاعد اخاطب فيها بيشو يعني انزين طبعا على يمين الموقع عندنا وصلات الخاصه فينا على يمين الموقع يمين مو يسار يمين زين فعندنا شاركوا ويانا بالكوميونتي مال جوجل بلس عندنا وصله حق جوجل بلس وهم بعد فوق بالموقع عندنا وصله المنتدى شاركوا ويانا كل اللي تحتاجونه اكونت جوجل عندنا اليوتيوب شانل مالنا عندنا اليوتيوب شانل مالنا اللي هو youtube.com/luckygengamers تقدرون تسوون سيرش الحين باليوتيوب على السيرش تكتبون لكي جي جي كلمه واحده يطلع لكم الفيديوهات مالتنا مع الشانل فيسهل عليكم الامور twitter.com/luckygengamers او @luckygengamers كلمه واحده سووا لنا فولو بتويتر سولفوا ويانا سووا لنا فولو على اكونت الشخصي لا لحظه وهيت ايميل اللي هو بتويتر أيوة. على موسيقى حمد الاسبوع اللي طاف ايوه ما خلصنا لا ما خلصنا فيكم حلقه ضيع اختيار انا عشان بريك الاسبوع الجاي في واحد دز لي قال لي عجيب
الله يسامحه. هيد اثنين اثنين الله يسامحهم. هيد ايميل حق حمد بتويتر. طبعا اللي بيسوون فولو على كونتاتنا الشخصيه فولو فولو على كونتاتنا الشخصيه حمد @7md دزوا له كل الهيت ميل. نعم كله صوبي. تعال حسين @بودلم بيشو @بشبيشو عادل justice_tg انا يعقوب_h yaqoub_h حياكم الله شاركوا ويانا و شوفكم الاسبوعي بدون اخر مره انا ملقي ها بعدين بعدين اسبوع اسبوع مع السلامه مع السلامه.